تفوح رائحة الكبة الموصلية هنا وسط النجف. فبعد سيطرة تنظيم داعش على الموصل عام 2014، هاجر سكانها إلى المدن التي تشهد استقراراً أمنياً، وأبرزها مدينة النجف، المدينة التي رحبت بضيوفها وفتحت أوسع أبوابها أمامهم حتى أصبحوا جزءاً مهماً من مجتمعها. بدأ المهاجرون في ممارسة عملهم وحياتهم بشكل طبيعي. هنا وفي مركز المدينة يظهر مجموعة من الشباب الموصليين الذين هاجروا مع عوائلهم قبل 7 سنوات في مطعم نينوى الشعبي، الذي يقدم أكلات موصلية مشهورة كالكبة واللحم بالعجين. أول من جاء النجف ويا كادر كامل مصاوين، نقول فاستقبال كانت جيد رائع، ما قصروا يعني أهل النجف. أكلاتنا مثل ما يقول ماشى هنا أهل النجف، ومرغوبة الكبة مصلاوية اللحم بعجين. العاملون في المطعم تحدثوا عن الفرق بين المطبخين الموصلي والنجفي، في وقت قال النجفيون إنهم يرتادون المطعم باستمرار ويأتون أحيانا من مناطق بعيدة لتذوق الطعام الموصلي. أنا صار لي 7 سنوات بالنجف. الفرق بين أكل موصلي ونجفي، إحنا هسه نحب الدهين تكون، النجف ما يحبوا دهين ولا بهارات، هذا الفرق. وأنا بالنسبة لأكل نجفي طيب، أكلنا مثل الآش والهريسة، هذا حيل عجبنا يعني. كل يومين ثلاثة نجي يومهم، هم الموصل أخواتنا، هاي واحدة، والثانية وبعد أكلهم طيب وهم نفسيتهم طيبة. 5 أيام بالأسبوع أجي هنا، وذول الموصلي أقرب مكان إلي، مو لأن أقرب، مرات أتعنى لهم يعني. الطعام ليس السبب الوحيد الذي جمع الموصليين والنجفيين، فالعلاقات هنا وصلت إلى التزاوج فيما بينهم ليرسموا لوحة عراقية بامتياز عنوانها قوم التعاون ما ذلت. من النجف، حسام الكعبي، يو تي في.